حطي المعجون على التليفون بالشكل اللي انت شايفاه ده وهتنبهري بجد من النتيجه. الفيديو كله افكار جميله جدا هتعجبك باذن الله. يلا بينا بقى نشوف اول فكره معانا ايه. الفكره دي بقى هتعجبك جدا لو عندك كده بوك جلد او مثلا شنطه جلد وتخافي بقى لا تشقق معاكي وتقشر منك. هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هتبداي كده تجيبي سنه كده صغيره جدا من الفازلين بالشكل اللي انت شايفاه ده وابداي بقى مشي على الجلد نفسه. عايزه اقول لك بقى الجلد هيبقى طري جدا معاكي وبيلمع كده وبيحافظ عليه لمده طويله جدا، عمره بقى ما يقشر معاكي ولا يبوظ منك ولا يشقق كده. بصراحة الفازلين الطبي بقى هنا جميل جدا، اختراع بجد للجلد. جربيه بقى مثلا في جزمة، في شنطة، في بوك، اي حاجة كده عند الجلد وتخافي بقى لا تقشر منك وتشقق كده معاكي. جربي بقى فكرة الفازلين الطبي هنا، جميلة جدا هتدعيلي عليها. وكمان حطي برضو على السوست نفسها بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان تروح وتيجي بقى معاكي بمنتهى السهوله. بصراحه ما فيش اسهل من كده. شايفين بقى ما شاء الله البوك معايا بيلمع كده والجلد بتاعه بقى طري وتحفه جدا. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. اول كده ما تشتري بقى معاكي الفاكهه او الخضار لازم كده تنقعيهم كويس جدا في ميه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتنزلي بقى عليهم بمعلقه كده كبيره من الخل هنا وهنا، وهتسيبيهم بقى منقوعين كده لمده ربع ساعه. طبعا لازم نغسل كده الخضار والفاكهه معانا كويس جدا لان طبعا بيبقوا رشين عليه اللي هي البودره كده اللي بتلاقيها بقى على العنب وعلى الخوخ وعلى الفاكهه عموما يعني وعلى الخضار. فلازم كده نغسل الحاجه بتاعتنا كويس جدا علشان صحتنا وصحه اولادنا. اتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. عندك بقى خاتم او اسوره او انسيال او ساعه اي حاجه كده ذهب صيني وتخافي كده لا تسود منك كده وتبوظ معاكي على طول، هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هتجيبي بقى المونوكير اللي هو الشفاف ده اللي انتوا شايفينه. المونوكير الشفاف ده بصراحه اختراع. هتبداي كده تعملي بقى على الخاتم بالشكل اللي انت شايفاه ده او اسوره بقى او ساعه اي حاجه كده عندك لونها ذهبي كده وعايزاها بقى تفضل باللون اللي انتوا شايفينه ده اعمليها بقى بالمونوكير الشفاف. بصراحه اختراع. واعملي برضو كمان الخاتم من جوه، يعني كده اعمليه من بره ومن جوه. برضو الساعة نفس الكلام والاسورة اي حاجة كده هتعمليها بقى بالمنوكير مش من بره بس، لا من جوه اهم كمان، لاني طبعا واحنا لابسينه بقى بنعرق كمان من جوه. فطبعا لازم نعمل بقى الخطوة ديت من بره ومن جوه كده عشان خاطر ما يسودش معانا. وكده بقى بعد ما نشفوا معايا شايفين بقى الجمال. بصراحه ما فيش اسهل من كده. هيفضلوا بقى ذهب صيني كده معاكي ولونهم ما يغيرش لمده سنه او اكتر كمان. جربي بقى الطريقه ديت بنفسك وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكره دي بقى جميله جدا. ازاي بقى نحافظ على الطاسات بتاعتنا وتفضل كده اليد بتاعتها جديده معانا؟ هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هتبداي كده تجيبي الورق الفويل بالشكل اللي انت شايفاه ده وهتقطعي بقى منه حته صغيره بالشكل دوت. وهبدا بقى اقطع كده الجزء معايا الاثنين بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبدا بقى اجيب اليد بتاعه الطاسات واغلفها بقى بالورق الفويل. شايفين بقى بتبقى شكلها جميل جدا وفي نفس الوقت كده تحافظي على اليد بتاعه الطاسه. طبعا من كتر بقى الاستخدام بتلاقيها كده توسخت معاكي خالص وتبوظ منك، لا الفكره بقى هنا جميله جدا. واغلف كمان برده الطاسه الثانيه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحه شكلهم بيبقى حلو جدا وفي نفس الوقت كده نحافظ على اليد بتاعه الطاسات. وبالشكل ده بقى الطاسات بتاعتك تفضل جديده كده واكنك لسه مشترياها. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. لو عندك بقى الكوتش بتاع ابنك او بنتك وبيعمل ريحه مش حلوه خالص كده طول الوقت وهم لابسينه، هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هتجيبي بقى اي بخاخه عندك كده وحطي بقى فيها دوني او معطر او برفان عندك، اي حاجه ريحتها قويه حطيها بقى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جوه الكوتش او الجزمه. بصراحه الفكره دي جميله جدا، هتخلي بقى الكوتش معاكي او الجزمه اللي بتعمل ريحه مش حلوه خالص هتبقى ريحتها معاكي روعه. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكره دي بقى جميله جدا لو انت كده مسافره. طبعا بنحتاج معانا بقى الفرش والمعجون بتاع الاسنان، هنعمل بقى فكره حلوه جدا عشان خاطر ما نحطهمش مع بعض وفي نفس الوقت كده نفصلهم ويبقوا كلهم في مكان واحد. هتجيبي بقى الجوانتي بالشكل اللي انت شايفاه ده وهتحطي كده كل فرشه لوحدها. طبعا هنا بقى الفكره ان احنا بنجمعهم كلهم في مكان واحد وفي نفس الوقت كده بيبقوا كل واحده منفصله عن الثانيه عشان كده ما يبقوش مع بعض. وفي الاخر طبعا بتحطي بقى المعجون وبتلفيهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا بقى بتربطيهم باستك او بتوكه اي حاجه عندك اربطيها بيهم. فكره جميله جربيها بقى وهتعجبك جدا. واتمنى بقى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.
الفكره دي بقى جميله جدا. هتجيبي بقى ازازه الدواء بتاع اطفالك وهتبداي تجيبي السوليتيب العريض بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتلفي بقى حوالين كده الازازه نفسها، حوالين داير كده حوالين الكلام نفسه، وهتبداي بقى تغلفيها كويس جدا بالسوليتيب بالشكل اللي انت شايفاه دوت. الفكره هنا بقى عشان خاطر الكلام ما يتمسحش معاكي خالص طبعا مطرح بقى ما بتمسكيها، او مثلا تغسلي مطرح الازازه، فبالشكل ده بقى تقدري طبعا تشوفي الصلاحيه بتاعه الدواء. جربي بقى الفكره دي وهتعجبك جدا، واتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. حطي المعجون على التليفون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين بقى الشاشه عامله ازاي متدغدغه خالص معايا، هنصلحها بقى بالمعجون. يا ترى بقى هتتصلح؟ انا بصراحه شفت بقى الفكره دي على التيك توك وقلت لازم بقى اعملها معاكم، نشوف بقى الشاشه كده هتتصلح ولا لازم كده نغير الشاشه بتاعتها. هبدا بقى احط المعجون بالشكل اللي انت شايفاه دوت، وهفرده بقى كويس جدا على الشاشه زي ما انتوا ما شايفين كده. انا شفتها بقى بصراحه بتفرد كده المعجون على الشاشه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وثابته بقى لمده يوم كامل، والشاشه بتاعتها اتصلحت وبقت تمام. طب يا ترى بقى الشاشه بتاعتنا هتتصلح ولا كله كدب في كدب؟ هنشوف بقى بعد يوم كامل، وهنشيل بقى المعجون ونشوف كده الشاشه بتاعتنا اتصلحت ولا لا. كده بقى التليفون بعد ما عدى عليه يوم كامل، هنجيب بقى اي حاجه كده نمسح المعجون من على الشاشه زي ما انتم ما شايفين كده، وهنشوف بقى الشاشه بتاعتنا الجميله دي اتصلحت ولا لا بعد ما سبناها بقى يوم كامل كده زي ما قالوا، وعملنا كل الخطوات اللي هم عملوها والشاشه بتاعتهم اتصلحت. وبدات كده مسحت بقى الشاشه معايا كويس جدا، شايفين بقى ما اتصلحتش معايا ولا حاجه، رغم ان هي عملوا نفس اللي انا عملته بالظبط واتصلحت معاهم، بس للاسف كله كدب في كدب عشان خاطر كده يلموا مشاهدات على التيك توك مش اكتر. افضل طريقه بقى تلمعي بيها الموبايل او المرايات او الشاشات او الازاز، اي حاجه طبعا عايزه تلمعيها، هاتي بقى قطعه من الجنس صغيره جدا كده وابداي كده لمعي بدون اي ميه ولا اي حاجه، هتلاقيها بقى بتلمع معاكي بمنتهى السهوله. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعي لي عليها، واتمنى بقى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. فكرة بقى السكاكين في الرز، الفكرة دي بقى جميلة جدا. هتبداي كده تجيبي السكاكين اللي عندك كلها وهتحطيها بقى في الرز بالشكل اللي انت شايفاه دوت. هبدا بقى كده اجيب معايا المج وهقلبه بقى على الناحيه الثانيه، وهجيب بقى السكينه وهبدا بقى اعمل الحركه دي معايا شمال ويمين كده عشان خاطر تسنيلي بقى معايا السكينه وتبقى حاميه معايا جدا. اول حاجه كده لازم نعمل الخطوه ديت، وبعد كده بقى هنعمل خطوه الرز. شايفين بقى ما شاء الله السكينه بدات تبقى حاميه جدا معايا، وكده بقى خلصت سن السكاكين كله بالمج. هبدا بقى كده ارصهم كلهم في الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفكره الرز بقى هنا النشا بتاع الرز نفسه بيحافظ بقى على سن السكاكين كده وتفضل حاميه جدا معاكي لمده سنه او اكتر كمان. وهتسيبي بقى السكاكين كده في الرز لمده 4 ساعات، هتلاقيها بقى بقت حاميه جدا معاكي وهتدعي لي عليها. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا، هتسنلك كده السكاكين وهتبقى حاميه جدا معاكي. اتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هبدا بقى كده اجيب معايا بخاخه فاضيه وهبدا احط فيها بقى ربع كوبايه كده من الدوني او المعطر، يعني عندك اي حاجه كده ريحتها قويه او برفان كمان حطيها، مفيش اي مشكله خالص، حطيها كده في قلب البخاخه بالشكل اللي انتوا شايفينه. ورشي بقى على الستاير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عايزه اقول لك بقى ريحه الستاير بتاعتك هتبقى ريحتها جميله جدا. ورشي بقى على الصالون على الانتريه عندك، الفكره بقى هنا هيثبت لمده طويله جدا، وعلى كمان الليفنج وعلى الستاير، يعني الفكره هنا بقى اي طبعا معطر او دوني او برفان هترشيه رشيه بقى بالطريقه ديت احسن ما ترشيه في الجو بكتير، هتثبت لمده طويله جدا. وعلى سراير بقى اطفالك والسرير الكبير طبعا ريحه الدوني هتخلي بقى ريحه السراير معاكي تحفه، وطبعا ترشي بقى مباشره كده في الدولاب نفسه من جوه هتخلي بقى ريحه الدولاب وريحه الهدوم معاكي خطيره جدا. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعي لي عليها.